السلام عليكم beste broeders en zusters. We gaan nog een gezin bezoeken waarvan de vader blind is. En zijn zus die woont ook bij hem. Die is ook doof en kan niet praten. We gaan even wat tassen geven, wat dekens en wat kleren en schoenen zo. الله أكبر. أقوم بابر. بابر. هذا ديالي كرشي أول حوايج ديال النساء واحد جوج بطانيات الحاج واحد بطانيات الله يطول عمركم آمين بارك الله فيك بحبتكم وبصحتكم سمحوا لي الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك انا في سبيل الله الله يرحمه الله يكثر في سبيل الله عوام شغل طريق ان شاء الله بارك الله فيك الله يحفظك بارك الله فيك بارك الله فيك الله يحفظك بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سمعوا لنا بزاف الاخوه الكرام احنا متواجدين عند العائله الاخ ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالعمى في العين الله يبارك له فيه الله يعطيه الصحه والعافيه الاخ ديالو حتى هي ما كتسمعش وما كتكلمش مع العائله تواصل معهم صله الرحيم الله يبارك لهم في حياتهم والصحه ديالهم والعافيه وان شاء الله حنا كاين شويه ديال الحوايج واحد جوج المرات وما كرهناش يزيدوا اكثر ولكن ان شاء الله مره ثانيه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شكرا والسلام عليكم الله يرحم والديك الله يجعل في ميزان الله يطول عمركم هذه الله يرحم والديك اللهم ربي يجعل الجمع هذا اللي معهم بارك الله فيكم امين امين يا رب امين 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 يا رب امين اللهم يا رب ارحمنا وارحم ميتنا وارحم اهلنا امين يا رب واصل احياءنا وارحم فضل جميع المسلمين والمسلمات يا ارحم امين اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم امين يا رب امين 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 امين